في أواخر الستينيات كان العالم يتغير بسرعة. كانت حركة الثقافة المضادة في انتشار سريع، وكان الشباب يقاومون القيم التقليدية في ذلك الوقت. وسط هذه الخلفية المضطربة ستنكشف قصة مظلمة وغريبة ستصبح واحدة من أكثر قصص الجريمة شهرة في التاريخ الأمريكي. هزت جرائم قتل عائلة مانسون التي نظمها زعيمهم تشارلز مانسون أمريكا كاملة، وستبقى محفورة إلى الأبد في سجلات الجريمة الأمريكية. لفهم جرائم قتل عائلة مانسون يجب علينا أولا الدخول في عقل الرجل الذي يقف وراءها. كان تشارلز مانسون مجرما محترفا قضى معظم حياته داخل وخارج السجن. وفي أواخر الستينيات وجد نفسه في سان فرانسيسكو، حيث بدأ في جمع مجموعة من المتابعين الشباب الذين يتأثرون بسهولة. فقد كان مانسون متلاعبا ماهرا، فاستخدم مزيجا من الفن والكاريزما للسيطرة على أتباعه الذين أشار إليهم باسم العائلة. عاشت المجموعة في مزرعة في كاليفورنيا، حيث اعتنقوا أسلوب حياة مجتمعي يتسم بالحيوية. كان الهدف النهائي لمانسون هو التحرير على حرب عنصرية أطلق عليها اسم هتلر سكتلر، على اسم أغنية فرقة البيتلز التي تحمل الاسم نفسها. كان يعتقد أن العائلة ستنجو من الحرب بالاختباء في الصحراء ثم الخروج للسيطرة على العالم من أجل بدء هذه الرؤية المروعة. فأمر مانسون أتباعه بتنفيذ سلسلة من جرائم القتل الوحشية. وقعت أولى هذه الجرائم المروعة في 9 أغسطس سنة 1969، عندما اقتحمت مجموعة من أفراد عائلة مانسون منزل الممثلة شارلون تيت وزوجها المخرج رومان بولانسكي. قتلت تيت التي كانت حاملا في شهرها الثامن في ذلك الوقت بوحشية مع 4 من صديقاتها. قام القتل بكتابة كلمة خنزير على الباب الأمامي بدم تيت، وهي تفاصيل تقشعر لها الأبدان من شأنها أن تصبح سمة مميزة لجرائم عائلة مانسون. في الليلة التالية ضرب أتباع مانسون مرة أخرى واقتحموا منزل لينو وروزماري لابيانكا. قتل الزوجان بلا مبرر، وكتبت الكلمات الموت للخنازير وهتلر سكتلر بالدم في مسرح الجريمة. تسببت الوحشية والعشوائية في جرائم القتل هذه في إحداث صدمة في مجتمع لوس أنجلوس وأمريكا ككل. مع تقدم التحقيق في جرائم القتل بدأت الشرطة في الكشف عن العالم المظلم لتشارلز مانسون وأتباعه المخلصين. تم القبض على العديد من أفراد عائلة مانسون، وأصبحت المحاكمة اللاحقة ضجة إعلامية. فكان مانسون نفسه مستمتعا بالاهتمام، وغالبا ما عطل الإجراءات وأدلى بتصريحات مبالغ فيها للصحافة. واختتمت المحاكمة بإدانة مانسون والعديد من أتباعه بارتكاب جريمة قتل، وحكم عليهم بالإعدام. على الرغم من تخفيف أحكامهم لاحقا إلى سجن مدى الحياة بعد أن ألغت كاليفورنيا عقوبة الإعدام. في السنوات التي عقبت المحاكمة استمرت جرائم قتل عائلة مانسون في جذب انتباه الجمهور وإلهام عدد لا يحصى من الكتب والأفلام والوثائقيات. هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بمخاطر التلاعب والقوة التي يمكن للفرد الكاريزمي أن يمارسها على الشباب الضعفاء. لا تزال جرائم قتل عائلة مانسون فصلا مروعا ومأساويا في التاريخ الأمريكي، فهذه القصة لا تزال تطاردنا حتى ونحن نسعى جاهدين لفهم الدوافع والظروف المعقدة التي أدت إلى أعمال عنف لا يمكن تصورها.